شويه شطه ووطي صوت الراديو ده. ماشي يا معلم اللي تؤمر بيه. مساء الخير يا معلم نور. ايه مساء يا حاج عبد الحميد. الله على فين العزم كده؟ رايح مشوار لغايه السيده الحق العشاء، واهو كل واحد خد رزقه وكلها نص ساعه وتلاقي ضرب القرود ده كلهم ناموا. هي القرود بتنام برضو يا نوح من غلبهم وشقاهم الطنطيط طول النهار يا حاج، الله يكون في عونهم. على رايك تصبح على خير. وانت من اهله. مساء الخير يا معلم زينهم. مساء النور. بعت لك الماسورتين وحتتين العكاوي اللي انت موصين عليهم، هتدعيلي. تشكر يا سيدي. اتفضل. ايه ده بتعمل ايه يا عم عبد الحميد؟ الله حقك يا زينهم. تكون زليخة طالق لو ما رجعتش فلوس. الله 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 الله، ده كلام برضه يا راجل. احسن كلام. على الله تكون زليخة دي بقى اخر جوازة عشان تبقى التالتة تابتة. سايق عليك النبي يا عم عبد الحميد تدعيلي بالجوازة الرابعة، بس ايه بقى؟ تكون اللي هي. مساء الخير يا ام شام. مساء. اهلا وسهلا. ايه يا بابا اتاخرت قوي. الشغل يا بنتي. الله، امال فين القرود؟ ناموا ولا ايه؟ ناموا زي الفراخ. لو كانوا يسمونا ضرب الفراخ كان اهون من ضرب القرود دي. هم حصلوا فراخ، دي كلمه قرود شويه عليهم. على رايك. عامل لك العشاء؟ دي ماما عامله لك شويه فته بالخل والثوم، انما ايه يرد الروح. انا لما بشوفك بشبع. يعني ايه بقى؟ يعني شفتني وشبعت خلاص؟ انا ببوس ايدي وشي وظهري ان عندنا بنوته زيك. قالوا ايه كانوا بيعايرونا زمان ان البكريه بنت، حتى امك رخصه كانت زعلانه. كده برضه يا اخويا بقى، ده كان جهل بعيد عنك. هروح احضر لك العشاء. يحضر لك الخير. على فكرة يا راوية، أنا وحسين بيه الليلة ما كانش لينا سيرة غيرك أنت. ده حتى قال لي إيه، راوية ما تخلص كليتها شغلها هيبقى عندي، وإذا كانت عاوزة تشتغل قبل ما تخلص أنا مستعد. أهو ده عز الطلب يا بابا، أشتغل عنده من الساعة 5 بعد ما أخلص الجامعة، وهي نوايا تسند الزير؟ لا، طول ما أبوك قادر يسلب طوله مش هتشتغل لما تخلص كليتك. ما انت ياما اشتغلت وياما تعبت عشان يا بابا، من حقك علينا نريحك بقى، ولا انت يعني مالكش حق علينا؟ ناديه ناديه اصحى حبيبتي. يلا صباح الخير يا بابا. صباح الخير. قومي يلا صحي اخواتك على ما عملوا لكم الفطار، يلا بسرعه. صباح الخير يا سمية. صباح الخير يا نادي. صباح الخير يا سامي. صباح الخير يا نادي. يلا يا جماعه عشان اتاخرت على المدرسه. انا صح من بدري. ما بطل الابطال صح من بدري عشان يلعب رياضه، مش كده؟ طبعا باذن الله السنه دي يا نادي هخش الاولمبياد. والله العظيم ما انت فالح في اي حاجه. تضحك تضحك عشان بتقول لي والله ما انت فالح في اي حاجه. عموما كل ابطال العالم بيتقال لهم كده في الاول. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا سمير. الله، من فين اخوك سامي؟ اهو. صباح الخير يا بابا. الله، مالك يا ابني بتخشب كده ليه؟ مال ضهرك؟ لا يا بابا ما تتخضش، ده بس للتمرين. اصل الكابتن وعدني ان انا اخش الاولمبياد، فدوست في التمرين قوي فسيبني بقى كده. يلا يا ولاد، انا خلصت السندوتشات بتاعتكم اهي، امسك. يا بنت الحقوا المدرسه يلا. والمصروف ان شاء الله. مصروف ايه؟ المدرسه جنبنا هنا في سيده زينب، يعني يا دوب فركه كعب. انت ايه؟ ما بتزعقش من الفلوس. حد يزعق من الفلوس؟ وهو حد برضه ياخد مصروف اول الشهر ويصرفه تاني يوم؟ وانت بتسمي ده مصروف؟ انا محتاج تغذيه مخصوص عشان اتربى. هو انت ناقص تربيه ولا؟ لا يا بابا، قصدي يعني اربي عضلات يعني. طب يا اخويا بقى ورينا شطارتك في المدرسه يا فالح، بلا خيبه. ايه كتبك يالا؟ ها؟ كتبك؟ دي كراسة بابا بكتب فيها كل حاجة. المصروف. خد. خد يا سمير. لا بابا متشكر مش عايز. خد انت. لا بابا متشكر مش عاوز. ده جنيه واحد بس يا بابا. ودي ايد صوابع العشرة شمع، لكن مش بايد الحاجة ناشفة. يا اخي خلي عندك ذوق وحل على ابوك بقى شوية. يلا بينا. بقول لك ايه؟ يلا. بقول ايه؟ صباح الخير يا سي بابا. صباح الخير يا نادي.
ايه ليكي طلبات انت رخة؟ ابدا بس كلك نظر. طيب جنيه كفاية؟ جنيه؟ كلك نظر يا سي بابا. تبقى عايزة كمان لحلو. اتفضلي يا ستي. باي باي يا سي بابا. القهوة يا سعدو. والله القهوة بتاعتك دي عايزة لها كمان اسبرينة يا ام سامي. ليه يا اخويا كفالة الشر؟ مش عارف مالي كده. مش عارف مالك برضو؟ بقى بتشتغل من صباحية ربنا لحد بعد العشاء بعشاء ومش عارف مالك؟ يعني هبطل شغل يا ام سامي؟ الشغل مش على حساب صحتك يا بابا. اديني مفاتيح الورشة النهاردة، مفيش نزول خالص. انا هبعت المفتاح للاستاذ صلاح، هو يفتح الورشة ويمشي الشغل، وانت بقى هتاخد اجازه بالامر. وانا هعرف اخد معاك حق ولا باطل؟ اتفضلي يا ستي. قلبها عليك يا بختك. فاكره يا مسامي لما كانت رايه دي اول خلفتنا وزعلنا انها ما جاتش ولد؟ قعدت اسبوع بحاله ضارب بوز ومش راضي تبص لها نهائي. طب تصدقي وتامني بالله؟ لا اله الا الله. لو خيروني بين راميه وميت ولد وولد لا اخترت راميه. يا حبيبي يا بابا. كنت متأكدة اني هلاقيكي هنا. انت مش لاقية تروحي؟ قاعدة شوية يا عصمت. قاعدة بقى تعملي ايه؟ لو عايزة تذاكري تعالي ذاكري معايا. هو احنا مش جيران؟ جيران؟ وتفرق ايه بقى المنيرة عن جاردن سيتي؟ المهم بقى بلاش دوش. انت ما زهقتيش من الكلية دي؟ طب بقولك ايه؟ انا حاجي معاكي بس مش مروحة على طول، هتوصليني مشوار. على فكرة يا راوي، بابي ناوي ياخدنا في اجازة نص سنة اسوان، بتبقى رحلة مجانا. ايه رأيك بقى يا راوي لو تيجي معانا؟ ياه بقولك ايه؟ ايه؟ اقف هنا، اقف هنا بسرعة. ايه ليه بس؟ استني هنا بس. ايه يا راوي حصل ايه؟ خدتيني يا راوي خدتيني. صرحنا في الكلام، كنت هنسى ميعاد مهم قوي. ايه؟ ميعاد؟ قولي يا راوي الميعاد ده مع مين؟ شكله ايه يا راوي؟ حلو ولا وحش؟ بيشتغل ايه؟ قولي لي والنبي يا راوي ما تضحكيش عليا. مش هقولك. اقص عليكي يا راوية. استني بس. راوية ما انا مش هرتاح غير لما تقولي لي. راوية مع السلامة. بسم الله ما شاء الله. كبرتي وبقيتي عروسة يا راوية. حضرتك ما شفتنيش من 10 سنين من ساعة ما سبت السيدة. ماما والزمن بقى يا بنتي. بقول لك ايه عشان ما اضيعش وقت ووقتك، انت هتقومي دلوقتي مع شادية تروح السكرتارية تمضي شوية أوراق. حاضر يا فندم. ومن أول أسبوع الجاي إن شاء الله تستلمي شغلك. من الساعة 5 عشان الجامعة؟ بابا شرح لي كل الظروف، وعلى ما تخلصي الجامعة هتشتغلي هنا في السكرتارية في مكتبي. أنا متشكرة قوي يا أستاذ حسين. مع السلامة يا بنتي. عن إذنك. على فكرة تبي سلمي على والدك وعلى أهل الحي كله. إن شاء الله. مع السلامة. الله أكبر. أيوة كده يا رجال، الله ينور. دي الحارة مستنياكوا بقالي 20 سنة. إحنا في الخدمة يا سيد المعلمين. شدوا حيلكوا يا رجالة. طلباتكم النهاردة إن شاء الله على حسابي. ولكم عليا يوم ما تنظفوا الحي كله وتوضبوه هنقيم الأفراح والليالي الملاح 40 ليلة. زغلط يا أستاذ مسامي. خير يا أم حسن؟ بتوع البلدية وصل. الله الحمد لله، ربنا استجاب لي شكوتها بعد السنة الطويلة. وقت بتوع البلدية وصلوا. أنا فاكر أول شكوى قدمتها له. أيوة بعد جوازه من أم حسن بأسبوع. كنت بشحن العسل. الحمد لله ربنا عايل أمان وجم. يا بنت كريمة يا رب. يا سلام يا سلام. خطوة سريعة من لاعب بلجيكا يبتدي يدخل عليه تاني وهجمة تانية وطرحه أرضا، لكن اللاعب الحمد لله على السلامة يا بابا حبيبي. أنا قبل شفت لك 100 مرة، سيبك من التلفزيون ده وخليك في المذاكرة بتاعتك أحسن لك. هو لابس شايلك كده زي ما أنتوا شايفين. إيه يا دي البوس ده؟ ده 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 دي حاجة بسيطة بابا، ما تتخضش، ده جرح كده من ماتش مصارعة في المدرسة. وبعدين هي المدرسة بقى مدفأة مصارعة كمان. أيوة بابا، دلوقتي المصارعة بقت بتدرس علينا زي العلوم والجغرافيا والتاريخ. بس أنا مسكت الواد قدام كل الناس، كسرت عظمه، ضحضحته. لا ما هو باين اهو. لا بابا لا لا ما يغركش. انا بس بعد ما غلبت الواد قدام الجمهور غلبته، رحت حي الجمهور فكعبلت وقعت على وش. لا يا شيخ. طب ايوه بابا. ايه في التلفزيون؟ يلا يلا جه
من اخر الزمن كلبه تقلب وتغم. ايه يا بابا روق نفسك كده شويه، انت راجع من شغل تعبان. الله، انت خارجه يا راويه؟ طبعا يا بابا، انت نسيت اني بقيت موظفه ولا ايه؟ اه صحيح، ايه اخبار الشغلانه بتاعتك؟ دي شغلانه حلوه قوي يا بابا، حسين بيه ده راجل طيب قوي. ربنا يصلح حالك يا بنتي. مع السلامه. ابن سلمينا على حسين بيه. اي خدمه يا استاذ؟ ممدوح، اسم ممدوح، موظف هنا في الشركه. اي خدمه يا استاذ ممدوح؟ حضرتك موظفه جديده هنا؟ بقول لحضرتك اي خدمه؟ اصل اول مره اشوفك. بتكتبي على المكنه بسرعه قوي. دبلوم تجاره؟ رايحه بكالوريوس تجاره برضو مش كده؟ شادية. أيوة. مين الأنسة دي؟ دي الأنسة راوية، موظفة جديدة. لو رحت الورشة تاني من ورايا أنا هسيب شغلي وأقعد جنبك. ها طمنيني يا حبيبتي، بقت كام دلوقتي؟ 38.5 يا ماما، لازم ننزل الحرارة دي. لو سمحتي نوريني قيمة الدرج. حاضر يا حبيبتي. ألف سلامة ليك. زهقت من قعدة السرير يا بنتي، قلت اروح اشوف الورشة عاملة ايه. ياه، وانت بصحتك ياما عملت لنا يا بابا. يعني ايه يا دكتور؟ الساعة سماح، روح اطمن على الورشة. الدكتورة لو سمحت لك بساعة واحدة انت هتعملهم 10، ولا انا يعني مش عارفة بابا. يا سي بابا. على فكرة اتفضل. ايه ده يا بنتي؟ أول مرتب أخده في حياتي. لا، مرتبك لك. هو أنا إيه وأنت إيه؟ ربنا يخليك لي. أنيسة راوية، حسين بيه بيقول لك الورقة دي مهمة وعايزة دلوقتي حالا. حاضر. اتفضل حضرتك يا أستاذ ممدوح، أنا لما أخلصها هدخلها للأستاذ حسين. أوامر حسين بيه، أفضل جنبك لغاية ما تخلصيها. يمكن في كلمة كده ولا كده ما تعرفيش تقريها، أساعدك فيها. عم فؤاد، أي خدمة يا عم؟ اثنين ليمون لو سمحت. حاضر. الليمون لا يعلى عليه. بس هنا. ايوه على ايدك يا اسطى، الله يكرمك. حسابك يا اسطى. سلام فيك. مفيش حاجة، باباكي كان تعبان شوية، خدناه المستشفى اتعالج وهو راجع على رجليه زي الحصانة اهو. كده برضو ومحدش يكلمني في الشغل. ده كلام، واحنا ايه وانت ايه يا بنتي؟ مش كلنا اهل واكتر من اهل. ربنا يخليك. على مهلك يا بابا. على مهلك يا حاج. السلام يا حاج. على مهلك، خدي بالك منه. ربنا يخليك. صح يا برضو يا روية، هديك الدواء في العادي وانا على طول يا بابا. والله يا ريت، انا بقيت اتمنى الشفاء عشان خاطرك انت. ما تشغلش نفسك بيا، انا بخير طول ما انت بخير. فين بابا؟ مستحيل، مش ممكن. يا حبيبي يا بابا، يا حبيبي يا بابا، انا بحبك قوي، بحبك قوي يا بابا. مش ممكن، مش ممكن. ايه يا ابني؟ ابدا يا بابا، انا ما اقدرش استغنى عنك. انا بالذات يا بابا ما اقدرش استغنى عنك يا حبيبي. ده ايه يا واد يا اهبل انت؟ الله، انت هتبشر على ابوك ولا ايه؟ ما حدش شر عليك يا بابا حبيبي، انا بحبك قوي يا بابا. وانا سيبك من شغل الالباندا بتاعك ده، وقول لي كنت سهران لي بعد نص الليل فين دلوقتي؟ انا كان عندي مجموعه. بتذاكر ايه النهارده يا رب؟ بذاكر محاسبة. ربنا يوفقك.
هتتقتل بيه؟ في عندكم في الشركة واحدة موظفة اسمها راوي عبد الحميد. في حاجة أحسن بيه؟ راوية يا بنتي والدك تعبان شوية في المستشفى. تعبان؟ في المستشفى؟ طب ما قالوش أي مستشفى؟ الله أعلم، أنا جاي أبغاك البيت. البيت؟ هو البيت ولا المستشفى؟ أستاذ حسين هو في إيه؟ بابا جراله حاجة؟ أنت عارف حاجة مخبي عليا؟ مستورة الحمد لله يا عم نوح. الشغل بعتلي مصاريف الجنازة وكل حاجة. شغل ايه يا بنتي؟ احنا ما لنا من الشغل، احنا هنا في الحارة وقلبنا لازم يكون على قلب بعض. الله، ما تفهميني يا ام سامي، مش هي دي الاصول ولا ايه؟ مش عارف اقول لك ايه يا معلم. لا تقول ولا تعيدوا، ده قديم في رقبتنا المرحوم الله يرحمه. اتفضلوا. السلام عليكم. مش بالدموع ولا بالحزن هتكملي تعليم اخوانك ولا هتخلصي دراستك السنه دي. انا عاوزك تنسي احزانك بسرعه، تفكري في حاجه واحده بس، من بقيتي مكان راجل البيت، ودي مسؤوليه كبيره على واحده في ظروفك انت بالذات. ادخل. انا متشكره قوي يا استاذ ممدوح على وقفتك معانا. لا شكرا على واجب يا صلاح. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ صلاح، فينك؟ ما حدش شافك يعني من يوم المرحوم. اكل العيش يا حاجه، الورشه اتقفلت وكان لازم القط رزقي. وقعت اي ورشه والسلام. لكن اول ما الست راويه سالت عليا في البيت جيت على طول هوا، ما تاخرتش من عينيا. تسلم عينيك. الغريب ان راويه ما قالتليش انها سالت عليك. على العموم اذا احتاجتني ست راويه انا موجود في ورشه الحاج بيومي، تجيلي وانا اجي على طول. سلام عليكم. وعليكم السلام. خير ان شاء الله. اظن انت ما ترضاش يا استاذ صلاح ان الورشه بتاعت المرحوم تفضل مقفوله. ولا يرضى اي حد في الدنيا. عشان كده انا قررت افتحها بالمشاركه. يعني ايه؟ ندخل شركه مع بعض. احنا هندخل بالورشه والمعدات وانت تدخل بمجهودك. ايوه بس انت عارف ان انا يا دوب عايش على يوميتي، استنى لما اخلص شغلي واخد ثمنه ونقسم الايراد. ان كان على كده ما يهمكش، انا هديك سلفه وابقى تفعلي على مهلك يا سيدي. ايوه بس يعني انت عارفه. قلت ايه يا استاذ صلاح؟ قلت لا اله الا الله، انا ما يرضنيش اي حد غريب يدخل الورشه ولحم اكتفي من غيرها. رقبتي سدابه. تسلم. يبقى على خيره الله. فاكره لما كنت بقولك نزليني في القصر العيني عشان ما تعرفيش اني ساكنه في حاره القرودي؟
ولزومه ايه بقى دلوقتي الكلام ده؟ لزومه اني بأنب نفسي. الحاره اللي كنت بستعر منها اهلها خيرهم عليا وعلى بابا، هم اللي شاروني في الشده وفي المرض، وانا عايشه بحسهم لحد دلوقتي. دي نعمه تحمدي ربنا عليها. يعني مثلا عندي الجرد نسيتي اللي انا ساكنه فيها دي، انا عايز افهم الناس بيحسدوني على ايه؟ لعلمك بقى الجيران هناك لا يعرفوا بعض، لا تعرفي مين ساكن فوقيكي ولا تحتيكي ولا تعرفي حد ابدا. تصدقي يا راويه محدش بيقول لحد سلام عليكم حتى صباح الخير. نو نو نو، مفيش صباح الخير. ايه ده؟ ايه دي عيشه دي؟ بقول لك ايه، انزلي اشربي شاي معايا. لا 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 مش هقدر دلوقتي، ان شاء الله هشربه معاكي مره ثانيه. ماشي، مع السلامه. باي باي. باي باي. انت غاويه تقفلي بقى. ايوه. باي. وايه اللي اخوك يبعد عني بقى ويسيبني في حالي؟ عاجبك كده يا راويه؟ قدرت ان انت مش عايزه تعملي كوبايه شاي؟ مش عارفه ازعقك. ناديه زيك بالظبط وبتذاكر هي كمان، ما فيهاش حاجه لما تعملي لنفسك كوبايه شاي. يعني ايه؟ اعمل شاي لنفسي؟ انت بالطريقه دي بتخلي عيال صغيرين ياخدوا عليك. انا ببوق منك ومش طايق. مش طايق مش طايق. تعالى هنا بقى، اللي طايح في اخواته ده اساليه كان فين طول النهار؟ اه صحيح. تعالى هنا، ممكن تفهمني بقى انت كنت فين لحد دلوقتي؟ انا كان عندي تمرين في الساحه الشعبيه. فيها ايه دي؟ ساحه شعبيه؟ ده بدل ما كنت تروح الورشه تشوف النص صلاح بيعمل ايه؟ وصل بقى في الامتحان مش كده؟ يعني الورشه اللي بتصرف علينا هي اللي هتسقطك؟ بقول لك ايه؟ انا مش طايق اي حاجه، انا عايز اعرف بقى مين الراجل ومين البنت في البنده؟ اللي سمعته دلوقتي هو اللي تفهمه وهو اللي تنفذه، انت فاهم ولا لا؟ السلام عليكم بركاته. انان حبيبي سنة بندي. هلة الانوار. السيجارة بتاعتك. بشكر يا اسطى. ولع. الحق الحق اختك جاهز. انا عاوز اسألك سؤال، هو عدم المؤاخذه مين فيكم راجل البيت، انت ولا هي؟ هي طبعا. اقصد انا ايه، مش باين عليا ولا ايه؟ انا بلعب حديد. بقول لك يا اسطى سيب الشغل في ايدك ده وتعالى نلعب 10 طاوله عادي. لا اعمل معروف، اعمل معروف. سيبنا شغل اشوف شغل دلوقتي وبعدين اروح معاك مطرح ما انت عايز. ملتزم، وانا بحب الناس الملتزمين قوي. اشتغل. الحصص الصراحه جايات في السيجاره. سيبت ركبي وحرقت دمي او كده؟ اصلا انا بقى خلصين واحده بواحده. بجد جيد جدا كمان. متشكر قوي. استاذ ممدوح مبروك يا راجل، الف مبروك. ما قدرتش استنى لغايه ما اعرف منك النتيجه في الشغل، جيت بنفسي عشان اعرف. مبروك، الف مبروك. دي مجرد دعوه بسيطه بمناسبه نجاحك. يعني لو ما كنتش نجحت ما كنتش عزمتني؟ كنت هدور على مناسبه تانيه. ليه؟ عشان اقابلك. بتقابل في الشغل. كان لازم اشوفك بره الشغل عشان اعبر لك عن عواطفي ناحيتك. عواطفك؟ انت عرفت ايه عني؟ عرفتك وحكمت عليك من اول لحظه شفتك فيها. وتفتكر ده كفايه عشان نخرج مع بعض دلوقتي؟ يعني انا غلطت دلوقتي ان انا عزمتك؟ ها؟ امال لو مسكت ايدك هتعملي ايه؟ ايه ده؟ هي ممكن توصل لحد كده؟ هو انا من سبق سلمت عليك ومسكت ايدك؟ انا معرفش ازاي خرجت معاك، الحاجات دي انا عمري ما فكرت فيها ابدا. ارجوكي ما تخلينيش اشعر بالذنب انا كمان. لو سمحت انا عايزه اروح. طب اوصلك. مرة تانية مبروك على البكالوريوس وعقبال الفرحة الكبيرة إن شاء الله. الفرحة الكبيرة؟ فرحة الجواز طبعا. للأسف
اللي زيي وفي ظروفي ملهاش تفكر في الحاجات دي خالص. ايوه بس متهيألي ده حلم اي واحده في سني. انا ماليش غير حلم واحد بس، اني اوصل اخواتي لدار الامان، دي الحاجه الوحيده اللي بطلبها من ربنا. عن اذنك، مع السلامه. على فكره نعم، متشكره قوي على مجاملتك ليا النهارده. العفو. طيب عزمة فندي، الأمانة هتوصلك لحد عندك البيت. تشكر عليا يا زلمة. سلام عزمة فندي، سلام. شيشة يا ابني. أيوه جاي. أحسن شيشة لأحسن معلم. معقولة؟ يا راجل ما تقولش كلام من ده. الله، مش راوي يا بنت الحاج عبد الحميد الزغبي اللي تعمل حاجه بطاله ابدا؟ بقول لك شفتهم بعناية الاثنين يا معلم نوح، وكان ممكن اخلص على الواد واجيب كرشه، ولا برضه من عارف ان الست راويه ما تعملش العيب. طبعا، ومش يمكن الشاب يكون قصده طيب ولا ناوي على خير؟ هو اتصرفنا كده ولا كده؟ نوقف حال البيت خلاص. نصبر، يمكن اطلع غلطان ويكون الشاب ناوي على خير، بس لو طلع قصده مش طيب. اهدى اهدى، بقول لك ايه، انت قلت اللي عندك وانا سمعته، خلاص سيبني انا بقى اتصرف. وياك كلمه كده ولا كده؟ دي بنتي وسمعتها تهمني، فاهم زينهم؟ ماشي، اللي تؤمر بيه يا معلم يمشي على رقبته ورقبه اللي خلفوه. كمان يا ام حسن، لما لقيتك بتزغرتي قلت اساعدك. خير يا حبيبتي؟ راوية بنتي الكبيرة خدت الشهادة عقبال ولادك يا رب. ايه زغريتي؟ ايه ده؟ وفي فرح في الحارة احنا ما نعرفش ولا ايه؟ عبالك اتفضل الشربات. وماله؟ لكن ايه المناسبه؟ اخت راوي اخرت البكالوريوس والتقدير جاي كده. ماليش نفس. بقول لك ايه؟ اشرب الشربات وقول مبروك. مش هعرفكم بزملائكم الجديده القديمه في نفس الوقت. القديمه لانها بقى لها اكتر من سنه بتشتغل في مكتبي، والجديده في قسمكم بعد ما خدت البكالوريوس بدرجه جيد جدا مع ظروفها. يا سلام يا سلام، انا كان امل حياتي اشوف الانسه راويه بالنهار لانها ما بتظهرش دايما الا بالليل. عشان القمر ما بيطلعش الا بالليل يا فؤاد. طيب اهو ظهر في عز الضوء، هنسميه ايه؟ القمر من فرحنا من فرحنا حينور اكتر. اللي واخد عقلك قومي، لسه صلاح عايزك بره. حاضر. الحمد لله يا ست الكل، ربنا وسعها علينا من اوسع الابواب والقش معدن، ربنا يديم الستر. مش قلتلك يا استاذ صلاح؟ مش قلتلك لما تحس ان الورشه ورشتك وانك بقيت شريك ويانا القرش هيبقى له طعم تاني؟ دول القرشين تحت الحساب يا ست الكل، وانا حجزت قرشين علشان اشتري بيهم عدد جديده بالتقسيط. يعني ايه حجزت قرشين عشان تشتري بيهم عدد بالتقسيط؟ كده اهو من غير ما تشربي ولا تاخد رايي وانا ايه؟ تقطور في البيت ده ولا ايه؟ يا سامي مفضلك. انا ما يتقاليش سامي، انا حساس جدا في الحاجات اللي زي دي، انا يتقال لي استاذ سامي. سامي وبعدين معاك يا سامي. معلش يا ست راوية، ادي الفلوس وادي ورقه الحساب. ماشي يا استاذ صلاح، هرجعها على مهلي واعدي عليك في الورشه. استاذن انا بقى عشان عندنا سهره الليله، في شوية شغل مستعجلين عايز اسلمه ان شاء الله بكره. سلام يا ست براوي. مع السلامة يا استاذ صلاح. سلامة وتعيش يا حاجة. المحلال نص صلاح ده جه في وقته،
كنت محتاج القرشين دول بفارغ الصبر. عيب يا ولد، سيب الفلوس دي. ليه يا ماما؟ مش حق في الفلوس دي ولا ايه؟ يخيبك عيل، ده كلام تقوله برضو. خلاص خلاص، اتفضل يا سيدي ولا تزعمت. كتر خيرك يا راوي يا اخي، ادي اللي ناخده منك ده. بدل ما كنت تنزل الورشه تشوف الوسط عامل ايه، ده ايه اللي سهران ليل ونهار في النوادي والقهاوي. طبعا النوادي، بص يا ماما، انا رياضي، جسمي رياضي. النوادي دي تربي الحاجات وتروح عامله الرياضه كده كده. وبعدين ما بنتك اهي، ربنا خليها لك. هي هتلاحق على ايه ولا ايه؟ ما كفايه المار اللي هي فيه. يعني هي كانت اشتكت لك يا ماما؟ طفيت بقى الفلوس. هاتي يا ولد، بس هقول لك، بس هقول لك، بس الفلوس دي داخلين على مدارس ومحتاجين كتب ومصاريف وبلاوي متلتله. كيف سامي دي فلوس؟ دي ما تعملش اي حاجه. هتشتري ترمي السيده بقى. لا ترمي السيده ولا ترمي الحسين. سلام عليكم. على السينما طبعا. طبعا رايح اتفرج على فيلم هادف، فيلم قوي، له بعد، في رياضه، فيلم جنان. احنا ناقصين جنان. خفي عليهم شويه يا ماما. الشاطر شاطر من يومه يا بنتي. شحط زي ده داير ليل ونهار في الساحات الشعبيه، والاصغر منه حاسس بالمسؤوليه وبيصرف على عيله. ده جيل اعلام بربنا. يا مساء الخير والفل والنرجس والياسمين والعندليب. اول زبونه هستفتع بيها. ايدك على 5 جنيه. 5 جنيه ليه؟ رحلة نيلية محترمة، ترفيهية، غدا، فرفشة، نعنشة، كل ده ب5 جنيه، يا بلاش. معلش يا أستاذ فؤاد، مش هقدر أروح. لا 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 لا، استني، ما تقدرش إيه؟ هتطلعي يعني، هتطلعي، ولا عايزاه يزعل مني؟ هو مين اللي يزعل؟ إيه؟ أنا قلت يزعل، قصدي ضميري يعني، ضميري يزعل مني، يعني مش ممكن نسيبك هنا في التعب والشقة ونفرفش إحنا ونعنش في الرحلة النيلية، وإلا أبقى مدير علاقات عامة فاشل، أحسن لي أشتغل في البوفيه. ليلة 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 ليلة، يا بي عيني الهوى شفتوش إنسانة لها وش زي القمر وعيونها نعسانة. أمانة لما الشبك يغمز تقولوا لها روح المتيم في بحر الشوق غرقانة. يا مدلع اتدلع، يا مدلع اتدلع، يا مدلع اتدلع، لك حق يا وقت الدلع. يا دلع دلع يا دلع دلع يا دلع دلع يا دلع دلع، قلبي مولع يا مدلع. انت فرحان قوي بعدك جنبي يا اخي. انا زهقت منك. يعني مش عايزني على جنبك ولا ايه؟ لا مش عايزك. خلاص زهقت منك. حضرتي زهق من حضرتك. ليه؟ قوم اتلحلح، شوف حد تاني اقعد جنبه، حد تاني اقعد جنبه. والمره دي مش عايزك ترجع الا ما تقطع عرق وتسيح دم. قوم بسرعه قوم، خلي الحب يعوم. وبعدين يا ممدوح هيقولوا علينا ايه دلوقتي؟ هيقولوا ايه يعني؟ اتنين ومخطوبين لبعض. بس احنا مش كده. وليه ما نعلنش خطوبتنا ونفرح بشبابنا ونحقق مننا سوا؟ ممدوح انت عارف ظروفي كويس. مش انت بس اللي عندك مسؤوليات، الناس كلها عندها مسؤوليات. افهمني يا ممدوح، احنا ناس على قد حالنا، لو تخليت عن اخواتي ممكن بسهوله يضيعوا. الله، وايه اللي هيخليكي بس تتخلي عن اخواتك؟ الجواز ومسؤوليات الجواز طبعا. بالعكس يا رب، بعد الجواز عيلتي هتبقى هي عيلتك، وده هيخليني اتحمل معاكي جزء من المسؤوليه. قلتي يا رب هنلاقي فين جوازه زي دي؟ حد يا بنتي يلاقي عريس شارك كده يبيعه؟ يا ماما اخواتي لسه في نص الطريق، معقوله يعني هسيبهم كده؟ ومين قال لك سيبيهم؟ الراجل قال لك بيه اخواتك. ماما عاوز اخلص القميص ده. يا ابني لما تعوز حاجه قولي من فضلك يا ماما. من فضلك يا ماما عاوز اغسل القميص ده. حاضر. وانا كمان عاوز اغسل الشرب ده.
واللي من فضلك عاوز اغسل الاشارب ده. من فضلك عاوز اغسل الاشارب ده. على فكره انا سمعت انك هتتجوزي بشيرين. اتجوز اه، لكن اسيبكم مش ممكن ابدا. كده قلبي اطمن. احسن وديني، لو كان الواد اللي ركبتي معاه العربيه الصبح ده ما كانش اتقدم لك انا كنت خلصت عليكي وعليه. يا اخويا روح كده وانت يا دوب تخلص على ناموسه. اوعى اوعى. تعالي تعديلي في المحكمة. بقول لك ايه يا سامي، هو حد شافني معاه؟ طبعا شافوه، ما انت عارفه المنطقه بتاعتنا بتشم كل حاجه بسرعه. هو ده اللي كنت عامله حسابي. ولا يهمك، بدل ناوي يتقدم لك اطمني مفيش مشكله، بس لازم اقعد معاه واعرف اصله فصله واعرف كمان اذا كنت موافق عليه ولا رفضه. ترفضه؟ اتفضلي يا هاني سواق الشركة. أرجوك يا ممدوح سيبني في حالي دلوقتي لحسن حد يشوفنا. أسيبك في حالك إزاي؟ وأنا مش ناوي أسيبك في حالك أبداً. اتفضلي بقى. بقول لك إيه، أنا خايفة حد يشوفنا. من النهاردة مفيش إحراج. خلاص، بابا وصل من البلد النهاردة. وهنيجي نزوركم الليلة في البيت. يلا بقى اتفضلي. بيكم يا ست ام سعيد. منور يا عم الحاج. اهلا وسهلا، ده انتوا انستوا وشرفتوا. ربنا يشرف مقدارك يا ست الكل. مساء الخير. اهلا اهلا بعروستنا الحلوه. اهلا بيك يا عم، اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله، الحقيقه ابني طلع عنده نظر بحقه حقيقي، عارف ازاي يختار ست العرايس. يعني كان معايا حق في اللي قلته عنها؟ حق؟ ده انت ما قلتش نص الحقيقه يا استاذ. الف مبروك، مبروك مقدما يا جماعه. منوره يا عروسه منوره.
ايه رايك بقى؟ مش كان عندنا حق لما قلنا نعمل الفرح هنا؟ معقول كنا هناخد الهيصه دي كلها على مصر؟ يا عبد الله يا ابني خليهم يحضروا لنا الفطار. حاضر يا جد. يلا حبيبي. احلى جو هنا جو الريف. انا كنت صغير دايما احب اجي هنا. جميل قوي. اه طبعا دي بقى ارض خلاني وعماتي حتى الجنب ده هنا طبعا. انا حلو تركبي تاكسي روح انت يا امير. انا كنت بقى هنا. اه بابا تعالي. صباح الخير. اهلا اهلا بالعرسان. اهلا بيك يا عم. اهلا. على الله الكفر يكون عجبك. الجو هنا حلو قوي، الطبيعه والخضره حاجه حلوه بصحيح. يعني هنا احسن ولا مصر احسن؟ طبعا هتقولي مصر. لا يا عم بالعكس، القعده معاك تطول العمر. والله البيت واسع، يا ريت تيجوا بقى تقعدوا معانا هنا على طول. ونعمل فرع للشركه بتاعتنا هنا كمان. ايوه جايبه لكم فطير بالسمنه البلدي عشان عروستنا الاموره. تسلم ايديك يا خالتي. صباح الخير. يا صباح النور. زغرطه من العرايس. ما بعرفش ازغرطه. ألف مبروك يا راوي. مبروك يا ممدوح. ألف مبروك. وحشتونا وحشتونا قوي بصراحة. بقى الشركة كلها دمها تقيل من غيركم. ايه الغيبة دي كلها؟ اعمل ايه يا سيدي؟ العروسة عجبها جو الكفر، مش عايزة تنزل مصر ابدا. كنتوا عزمتونا على الاقل كنبنا من الفطير جانب. ولا يهمك يا سيدي، عاملين حسابكم والفطير تحت في العربية. هاوية بتتكلمي جد؟ طبعا جد. يا ما انت كريم يا رب. انا كنت بحلم بفطير اطهر به بطني من سوس عيش المخابز. النهارده في الشركه حسيت ان كلهم بيحسدوني. بالعكس دول بيحسدوني انا. سهل انك تلاقي الف ممدوح، لكن مفيش غير راويه واحده بس. ربنا يخليك ليا يا ممدوح. ايه ده امسك ايدي. الناس تقول عليا ايه؟ يا سمي. طب كويس. مين بوليس؟ بوليس. الست راوية عبد الحميد الزغبي ساكنه هنا. ايوه ده بيتها. خير ايه حضره اصول؟ اتفضل امضي على الاشاره دي بالاستلام. اشاره ايه؟ اخوك سامي مقبوض عليه في الاسم. اسم ايه؟ اسم السيده. طيب ممكن انا امضي واجي نيابه عنها؟ وماله، اتفضل امضي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد نص الليل ما تشغليش بالك، ان شاء الله خير. انا هلبس بسرعه وحاجه معاك. تخرج ازاي دلوقتي؟ انا هعمل اللي لازم. هتعملي ايه؟ معلش يا ممدوح عشان خاطري سيبني اجي معاك، لازم اطمن على اخويا. بتعملي ايه يا فندم؟ الافندي بدل ما يذاكر له كلمتين عشان ينفعوه عشان مستقبله، خد ساب الوسطى النجار اللي بيشتغل عندهم وراحوا يسرمحوا. عارف حضرتك زبطناهم فين؟ فين يا فندم؟ زبطناهم في مكان مشبوه. لقيت اخوك. هو شرف سلامته ورايا. ايه؟ اتفضل يا ساعة البيت، اتفضل. هو كان زهران عندكم ولا ايه؟ يا ريت كان زهران في الاسم. هي حصلت؟ اخفى عليك، وصلت للإقسام. المهم انها تكون اخر مره، انت فاهم؟ خلاص فضوح سيرة بقى. هو يفتكر يعمل عامله زي ايدي تاني؟ ده رايق ابني ولا اعرفه. معلش يا ممدوح، انا مش عارفه اودي وشي منك فين. لا حصل فيه مش حلو.
وانا هستناك تحت في العربيه. ليه حمام ساعه من نروح الشغل؟ ماشي يا ممدوح، انا هحصلك على طول. عاجبك اللي عملته ده؟ اقول ايه لممدوح دلوقتي؟ بقى هي دي هديه جوازنا يا سامي؟ ولا يعني واحد يروح الاسم؟ هو مروح الاسم عيب يعني؟ يا ابني احنا طول عمرنا عايشين بسمعتنا وبشرفنا، ما تجيش انت على اخر الزمن وتمرمط كرامتنا في الارض. ان كان على ممدوح هو عارف كويس قوي ان انا فقرة، لكن عمره ما كان يتخيل ان انا وش اقسام. معلش يا بنتي طيش، ربنا يهديه، لو كان عمل كده وابوه عايش كان قطع رقبته. لكن انا بحذرك، اياك تعمل كده تاني. عن اذنكم الحق جوزي. الحق جوزي؟ طيب روحي. هو ما حدش يتجوز ممدوح غيرها؟ هي هتقرب بيه علينا ولا ايه؟ انا ما شفتش بلاها اكتر من كده يا اخي، ما تخلي عندك شويه ذوق بقى. بقولك ايه انا ممدوح منك، ما تتكلمش عقلك انت. انا بعدين معاك انت. بقولك ايه، اوعى تقول لك كلام. اعملوا معروف بقى، كفايه الهم اللي انا فيه. عشان خاطر امك بس. تعالى الوقت يا سمير، اطلع بره يا ابني. ماما اعملي لقمه كلها، انا جعان. انا اسف يا ممدوح اني سببت لك الاحراج ده في الاسم. قلت لك خليك انت وراح انا بدالك. ولا ايه وانت يا ربيع، بس المساله ان سامي مبقاش صغير ولازم يبقى مسؤول اكتر من كده. امال انا بقول لك هم محتاجين رعايه كبيره ليه يا ممدوح، دول في سن خطر جدا. ايوه بس برضه ما كانش صح ان الامور توصل للدرجه دي. ممدوح انت عارف ظروفي من الاول وقبلت بيها. ايوه قبلت يا راوية قبلت، بس افتكر برضو انا كمان ان عقد الجواز ما كانش فيه قسام، ولا عسكري يخبط علينا في انصاص الليالي. صباح الخير. وقتك يا راوية، اخواتك تعبيني قوي، مش قادر عليهم خلاص. سواري يا ماما، اليوم اللي ما جلكيش فيه ابقى حامل همك انت وهما. امال ممدوح ما جاش معاكي ليه؟ عندي مشوار النهارده. وريني يا ندى، وريني الواجب اللي عندك. عندي بقى واجب حساب مش فاهمه فيه اي حاجه. يا سلام، اللي مش فاهم لعبه ده التلفزيون ويقعد يذاكر. قولي لي يا راوية، اعمل لك شاي ولا ايه يا زوم؟ حبيبتي كل حاجه من ايدك زي العسل. راوية يلا روعة بقى نادي، العسل انا عندي درس وجاني وعايز افهمه. طب راجع اللي اديتهولك يا نادي على ما اشوف سامي عايز ايه. تعالى يا فالح وريني. يا راوية على ما تراجعي يا اختي مع اخواتك اكون انا جهزت العشاء عشان تبقي عامله حسابك على كده. ومالي يا ماما، ده انت اكلك وحشني قوي. قولي بقى يا سيدي ايه بالظبط اللي انت مش فاهمه؟ ها؟
بصراحة بقى من الجلدة للجلدة. مساء الخير. سهرت لوحدك الليلة معلش. أصلي قلت أعدي على إخواتي أشوف أخبارهم إيه. تصور لقيت عندهم واجبات كتيرة قد كده ومش فاهمين منها ولا حاجة. قلت أقعد أراجعها معاهم والوقت سرقني. إيه ممدوح؟ ساكت ليه؟ تفتكري هتكلم أقول إيه؟ اتعشيت؟ منتظرك. ماما مسكت فيها لازم أتعشى معاها. على العموم دقيقة واحدة كنت حضرت لك العشاء. مالوش لزوم. على فين؟ تعبان وعايز أنام والوقت اتأخر. تصبحي على خير. بص اللعبة دي بقى شديدة. طيب يا سيدي صبرك عليا. صبرك عليا إن غلبتك وكسبت الرهان مش هلعبها تاني. يلا بسرعة أنت نايم في لعبك كده ليه؟ بيني وبينك أنا خايف لسه صلاح يطب علينا ويشوفنا وإحنا بنلعب. وفيها إيه يعني؟ الورشة ورشتنا والمال مالنا. طيب يا سيدي لو الست أختك عرفت بقى. ومالها ست أختي؟ ست أختي في بيت جوزها. بص بقى اللعبة دي. بص دي دي. دوش خيان زي ما انت قلت كده يبقى راحت يا باشا. حظك. بسرعة اب بالرهان مفيش وقت. حظك يا سيدي اتفضل بس ارجعهم تاني. بقى بسرعة انت لسه. ايه ده ايه ده انا ايه حصلت؟ بتلعبوا فلوس وفي الورشة كمان. قصة صباح انا ماليش دعوة ماليش دعوة انا ماليش دعوة انا. خلاص 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 الصلاح ما تزعلش نفسك. المسألة مش مستاهلة يعني. مش مستاهلة ازاي؟ الورشة اتعطلت وحضرته يوميته محسوب عليا وانت كمان. انا ماليش كلام معاك. امال كلامك مع مين بقى ان شاء الله؟ انت عارف وانا عارف. لا من هنا ورايح بقى الكلام معانا مش انا صاحب الورشة. طيب يا اخويا طيب اخويا مع السلامة. انت عرفنا يا سيدي علم يا سيدي. الله بسرعة كده ليه؟ ذوق ايه يا تمشي يالا؟ يا تروح شوف مصلحتك يا تروح شوف شغلك ولا مذاكرتك. لا بقول لك ايه انا ما عدتش. ايه حصلت يا لا 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 هقول لك هقول لك هقول لك الصلاح. ما كانش ما ربكش انا بقى اللي هربيك. عاوز الصلاح مش انا. ايه انا اللي هربيك. ايه يا حصلت؟ اتفضل مع السلامة. كده؟ طيب الموضوع ده عيشك. طب مع السلامة يا اخويا. انت منور مصر يا عم. منوره باهلها يا بنتي. وازاي العيله كده يابا؟ الحمد لله. وازاي خالتي يابا؟ كلهم بخير وعافيه وبيسلموا عليكم وعايزين يشوفوكم. ولا ما اشتغلتوش للكفر؟ هو في احلى من الكفر وفطير الكفر يا يا ما كان في نفسي اعمل لك الفطير بايدي واجي بيه معايا لكن ما باليد حيلي. المرض منعني. سلامتك يا نينا. الف سلامه. وحجزت لوالدتك عند الدكتور؟ طبعا يا بابا انا روحت العياده بنفسي حجزت وميعادنا بكره ان شاء الله. طب دقيقه واحده اعمل لكم عصير ولا اي حاجه. خديني معاكي اما اتفرج على المطبخ بتاعك. تعالى يا نينا اتفضل. ايه يا عم ممدوح عامل ايه مع مراتك وهي عامله معاك ايه؟ هقول لك ايه بس يابا الحلو ما يكملش. الله مطبخ واسع وبرح وحلم. قولي لي الاول يا نينا تشربي ايه؟ اعمل لك عصير ولا قهوه ولا شاي؟ فضك من العصير والشاي دلوقتي وخلينا في المهم. طمنيني الاول. اطمنك على ايه نينا؟ اخبار الخلفه ايه؟ مش خلاص؟ خلفه ايه بس يا نينا؟ ده احنا لسه بدري قوي. لسه بدري ازاي؟ يعني لسه بدري على الموضوع ده قوي. احنا متفقين نأجل الموضوع ده شويه. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انت مش عايزاني نفرح بخلفة جنينة ولا ايه؟ ليه بس يا نينا؟ احنا دول لسه بقالنا سنة متجوزين. ايوه بس انا ابني وحيد عايش طول عمري وحيد من غير اخوات وعايزه كمان تحرميك من الخلفة. ده كلام ده. بقولك ايه يا نينا؟ اتفضلي اشربي العصير ده الاول وبعدين نتكلم في الموضوع. لا ما بشربوش. فوتك بعافية. ايوه مساء الخير يا ممدوح بيه. مساء الخير يا استاذ صلاح. اتفضل. الست رنا موجوده؟ انا موجوده. اتفضل. شكرين. السلام عليكم يا عم الحاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ صلاح يا راوي. اهلا يا استاذ صلاح. واقف ليه؟ ما تقعد. لا معلش لا مؤاخذه انا عندي كلمتين على الواقف
وماشي. خير يا استاذ صلاح؟ مفاتيح الورشه ودي يا حضرتك، وزي ما دخلنا المعروف نخرج برضه بالمعروف. الله، ايه اللي مزعلك بس دلوقتي؟ ما يصحش ان اخوكي برضه يجي الورشه ويقلب لي قهوه ولعب قمار لا مؤاخذه ويعطل لي الصنايعيه. والكلام ده حصل امتى؟ النهارده. وحضرتك قال ايه جاي يتهجم عليا عشان يضربني؟ لا يا ست هانم، ما يصحش. انا الف ورشه تتمناني وجاب اللي يجي لك منه الريح، سد واستريح. ولا ايه يا استاذ ممدوح؟ اداك ليه بس صلاح؟ المفاتيح عندك ايه؟ انا ما رضيتش اديهم لست الوالده في الحاره علشان ما يصحش. انا اصل اتفقت معاك انت حضرتك، لا مؤاخذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. على فكره عده في الورشه موجوده زي ما هي، واي حاجه ناقصه برقبتي هناك فلن. تصبح على خير. ساكت ليه يا ممدوح؟ لو عندك كلام قوله. عاجبك اللي حصل ده وقدام اهلي كمان؟ لا طبعا طبعا مش عاجبني. طب وايه اخر ده كله؟ لو عندك حل قوله. انا بسالك انت. انا ما عنديش حل، وبعدين دول اخواتي يا ممدوح، ما اقدرش افصل بين حياتي وحياته. وحياتي انا، راحتي سمعتي. ممدوح ممدوح، كل بيت فيه الحلو والوحش. اذا كنت شايف فيه انا شخصيا عيب قولهولي، لكن لما يكون العيب في اخواتي دول مسؤوليتي، لازم اوجههم اربيهم، لكن اعيش لنفسي وبس مش ممكن، مش هيحصل ابدا. من فضلك وطي صوتك شويه. احسن ابويا وامي يفتكروا ان احنا بنتخانق مع بعض في نص الليل. يوه. وبعدين يا ممدوح بقى، في موضوع مهم جدا ولازم نناقشه بمنتهى الصراحه. مامتك فتحتني النهارده في موضوع الخلفه، ومتهيألي ده موضوع خاص بيني وبينك بس. ما فيهاش حاجة إن ماما تتكلم في موضوع زي ده، أنا ابنها الوحيد ومن حقها إنها تطمن عليه. بس إحنا متفقين إن الموضوع حصل، إن إحنا اتفقنا إن إحنا نأجل الخلفة سنة ولا اتنين لغاية ما تطمني على ظروف إخواتك ومستقبلهم. كويس أوي إنك فاكر. دلوقتي بقى أهلي ليهم رأي تاني، وأنا كمان مش مستحمل الربكة اللي أنا عايش فيها دي، مش حاسس بأي استقرار في حياتي، لا كأني اتجوزت ولا ليا بيت كمان. ايوه، علي صوتك كمان، علي صوتك عشان اهلك يسمعوا ويعرفوا قد ايه انت مظلوم، قد ايه اتخدعت في واحده زيي. ايه يا رب؟ ايه هتعملي ايه؟ زي ما انت شايف، مروحه بيتنا. معلش معلش، انا اندفعت شويه في الكلام. حقك علي يا رب. في حاجة يا رب؟ انده لي اخواتك وبس. حاضر. نادية نادية، تعالي كلمني. لا سامي سامي. ايه في ايه؟ تعالي راوية. ازيك يا راوية؟ راوية خير. مالك يا حبيبتي، في ايه؟ يكون في معلومكم اني لسه طالعه دلوقتي من الشغل، يعني المفروض اني اروح على بيت جوزي. تلاحظوا اني بقول بيت جوزي، ما بقولش بيتي، لاني لسه معتبره ان بيتي هو هنا، واني تقريبا شبه متجوزه. وايه اللي جابك دلوقتي يا بنتي؟ ما كفايه مشاكل بقى مع جوزك. الاستاذ صلاح جالي امبارح يا ماما ورمالي مفاتيح الورشه. ايه؟ فكان لازم اجي النهارده عشان اشوف مصير الورشه اللي اتقفلت من تحت راس ابنك الاستاذ سامي. ايه؟ بتبص لي كده ليه؟ انا ممكن اشغل الورشه احسن من الاول كمان. ازاي يا فالح؟ هجيب لها احلى صناعيه واقف على ايديهم كمان. ودراستك وتعليمك؟ ما هو ده جنب ده يعني. لا انت لا فالح في مدارس ولا هتفلح في الورشه، اللي قدك واصغر منك هتسيب المسؤوليه وفاتحين بيوت. خلاص هسيب التعليم واركز في حاجه واحده، في الورشه. نعم يا اخويا، اياك حسه عينك اسمعك تقول الكلام ده تاني. انت تركز في تعليمك ودراستك وبس، الورشه دي مالكش اي دعوه بيها خالص. لا بقى، لا مؤاخذه، لا حر نفسي، انا مش مصير. لا اختي راوي عندها حق، انت لازم تبعد عن الورشه هناك.
وانت داخل كيف الموضوع؟ حد اذنك بالسؤال؟ ايوه انت لازم تبعد عن الورشه. الورشه دي اللي بتصرف على البيت هنا، ويكون في علمكم ده لو مسك الورشه هيقلبها قهوه وهتتقفل بالشمع الاحمر. صدقتوه؟ بقول لك ايه؟ انا اخوك الكبير وما اسمحلكش تتكلم كلمه واحده معاهم ولا ايه؟ ماشي يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتأخرت عليك؟ لا أبدا. أنت لسه ما اتغديتش ولا إيه؟ دي مجهزة الأكل كله فاضل على التسخين بس. كده يبقى عندك العيب. النهارده أسخن الأكل وبكرة أطبخ وبعد كده يا عالم يمكن أغسل كمان. هعمل نفسي مش سامعاك. أنا راجعة من الشغل تعبانة. كان يبقى معاك عذرك لو أنت فعلا راجعة من الشغل، إنما أنت راجعة من ضرب القرودي. القرودي؟ ولما انت مش عاجبك ضرب القرودي حد ضربك على ايدك عشان تروح تتجوز منه؟ مش مهم انا اتجوزت منين، المهم ان اي زوج له حقوقه يا هانم، وابسط حقوقه كزوج انه يرجع الظهر يلاقي مراته عامله له لقمه ياكلها، لقمه عاملاها بايديها مش يستناها للساعه 5. يا ممدوح احنا اتفقنا من الاول. هترجعي تقولي اتفقنا تاني؟ هي ايه؟ معاهده بين دول في حاله حرب. احنا زوج وزوجه يا ست هاني، حقي اخد جزء من حقوق اخواتك، جزء من الاهتمام اللي بتديه لعيلتك، وزي ما بتشترطي انك تروحي كل يوم عندهم وتطمني عليهم وتشوفي طلباتهم، حقي اخد جزء من حقوقي. دي عيشه تاثر العمر. ممدوح على فين يا ممدوح؟ خارج. طب اقعد لما تتغدى. ماليش نفس. ممدوح ما تخرجش وانت زعلان عشان خاطري، اقعد. حقك عليا يا سيدي، بس انا كمان معزوم مش عارف اعمل ايه. هما هناك مشاكلهم ما بتتكلمش وانت هنا بتزعل مني. انا عارفه اني بقصر في حقك، لكن هما كمان ليهم حقوق عليا. ممدوح انا حاسه اني مدوهني، لو ما حدش حاسس بيا، انا كمان بشر ليا شعور ليا احساس، ما حدش منكم حاسس بيا. حرام انا بتعذب، حرام عليكم، حرام عليكم. طب ماشي ما طلعيات بقى. على فكره انا جعان وعايز اتغدى. هي ايه الحكايه؟ يوم الصلحين وهشام زعلانين، انا كنت متخيل ان هشوف اجمل قصه حب بين زوجين، الاقيكم كل يوم من سيء لاسوء. معقول؟ طب ليه؟ ما هي ليدي هي اللغز اللي انا عايشه فيه. ساعات بحس اني غلطانه وابقى عايزه اعتذر له، لكن هو بتصرفاته بينسيني كل كلمات الاعتذار. يعني انت شايفه ان مشاعره اتغيرت بعد الجواز؟ لا لا، ابقى غلطانه لو قلت لحضرتك اني بشك في عواطفه ناحيتي. أنا متأكدة هو بيحبني قد إيه، وأنا كمان ببادله نفس المشاعر. فين المشكلة بقى؟ المشكلة إنه عايزني لوحده بس. طب إزاي؟ إزاي وأنا إخواتي محتاجين لي في كل لحظة؟ يعني هو عايزك لوحدك وأنت عايزاه وعايزة أهلك. شعور نبيل ونادر في الزمن ده. ألو؟ أيوة يا رامي، أنا نادية. اتأخرتي ليه؟ المدرس زمانه جاي. لا ما حدش هيتفق معاه غيرك انت، هستناك ما تتاخريش. حاضر حاضر يا نادي، مع السلامه. ممدوح كويس قوي انك متاخرتش لاني لازم انزل دلوقتي.
خير ان شاء الله؟ ابدا، مدرس الرياضه اللي كنت كلمتك عنه قاعد في البيت مستنيني دلوقتي عشان يتفق معايا، وانت عارف بقى ناديه في شهاده السنه دي. معلش يا ممدوح، انا عارفه ان احنا كان المفروض نتعشى سوا الليله، بس الاكل موجود جوه وان شاء الله ان شاء الله مش هتاخر. على فكره خد راحتك هناك في بيتكم، يعني لو حبيت تاخري تاخري، ولو بقيت كمان يكون افضل. يعني كلامي واضح؟ يعني يا تقعدي في بيتك ما تخرجيش، يا اما اذا خرجتي ما ترجعيش، فاهمه؟ امرك. اعمل معروف يا معلم نوح، عقلها قلوبك ثواب. عدم مؤاخذه يا بنتي، كده غلط. مفيش ست عايله تسيب بيتها من غير سبب. من غير سبب ازاي يا عم نوح؟ هو في حاجه برضو من غير سبب؟ ما على حسب كلامك انتي مفيش سبب. الراجل عدم المؤاخذه لا غلط فيكي ولا جرحك ولا شتمك ولا داسلك على طرف. الله، ست العائله ملهاش الا بيت جوزها. عداك العيب يا معلم، نفس الكلام اللي انا قلته لها، لازم ترجع بيت جوزها. ازاي ترجع من نفسها كده يا عم؟ هي وراش رجاله ولا ايه؟ بقول لك ايه، لازم يجي يقابلني ويعتذر لها على العصب. لما الكبار يتكلموا مع عدم المؤاخذه انت تسكت خالص. الراجل ما غلطش فيها، ما قالهاش تسيب البيت، هي اللي سابته لوحدها، وزي ما سابته لازم ترجع له. لكن يا عم مالك امشي. الله، ست راويه العقل، زبت الحضره كلها، ما يصحش تبات بره بيتها يا بنتي. يلا يلا يلا، انا هروحك بنفسي. يلا بس الوقت بقى متاخر دلوقتي يا عم نوح، اوعدك اني بكره ان شاء الله هروح ولوحدي كمان. سيادتك تقولي اتأخرت كده ليه؟ ما كنتش عارف ان سيادتك هتعملي لي المفاجأة دي. يا ترى بقى مفاجأة حلوة ولا وحشة؟ خصوصا انك ما جيتيش الشغل النهاردة. طبعا، عشان اعمل لك كل اللي نفسك فيه. تعال تعال معايا اوريك عملت لك ايه. للأسف انا كان يسعدني ان احنا نتغدى مع بعض، لكن انا اتغديت بره. اتغديت بره؟ طبعا اتغديت بره. يعني زي ما قلت لك يا هانم، ما توقعتش ان سيادتك عامله المفاجاه دي كلها. بتتريق عليا يا ممدوح؟ بتتريق عليا اني جيت من نفسي؟ كان لازم استنى انك تجيلي لحد عندي وتعتذر لي عشان افكر ارجع معاك تاني؟ خلاص خلاص يا سيدي، ولا تزعل نفسك ولا كان حاجه حصلت، انا هرجع بيتنا تاني. وعلى ايه؟ المره دي البيت بيتك، انا اللي خارج. خارج؟ يعني ايه؟ يعني هسيبك تفكري براحتك يا هانم في حقوقي كزوج، واولها حقي، حقي ان يكون عندي اطفال زي كل الناس. نعم. اهلا سي سامي. بتتكلم لها اسمي ان شاء الله. ها؟ ايوه. ايوه يا سامي، في ايه؟ ناديه لا راحت المدرسه ولا رجعت البيت؟ يعني ايه الكلام ده؟ طب طب خلاص خلاص، انا هاجي دلوقتي. وبعدين في اخواتك دول بقى مش ناويين يجيبوها لبر ولا ايه؟ ممدوح ممدوح، انا عارفه ان احنا زودناها عليك شويه، بس معلش دول اخواتي، يعني زي اخواتك برضو. انا لو كان ليا اخوات من لحم ومن دمي وكل يوم والتاني مرمطوني كده كنت اتبريت منهم. من فضلك ما تنساش انهم اخواتي وانا كل حاجه في حياتهم. ما هي دي المصيبه. مصيبه؟ مصيبه انهم اخواتي؟ مصيبه انك بتموتي نفسك علشانهم، وكلهم حاطين ايديهم في المايه البارده، وكل واحد منهم بكره هيدور على مصلحته. انا مش مستنيه جزاء من حد. انت من حقك انك تضحي بنفسك علشانهم، لكن انا انا مطلوب مني اضحي ليه؟ علشان مين؟ اضحي بسعادتي وحياتي وابوتي ليه؟ خلاص خلاص يا ممدوح، ما حدش طلب منك تضحي، وما حدش بيطلب منك دلوقتي الاستمرار في التضحيه. كده؟ عن اذنك. مش عادتها تعمل كده ابدا. انا خايفه يا رب، خايفه يكون جرى لها حاجه. لا هي شنطه المدرسه مش هنا يا ماما. وهي معقول هتروح المدرسه من غير شنطه؟ ما انت قلت انها ما راحتش المدرسه من اصله. وبعدين بقى انا ايه دلوقتي؟ حبيبتي ناديه،
قول لي ساعتك كام دلوقتي؟ ساعتي ايه بس؟ الساعة لسه يدوب 4. يا خبر، بقى لنا ساعتين هنا؟ تصوري بقى، عدوا كأنهم دقيقتين. وقعتي صودا النهاردة، يلا بينا. استني بس، اوه راحة فين؟ تعالي. زي ما انت عارف كده انا في المدرسه بيخافوا مني قوي. انا اخش المدرسه من هنا الاقي العيال بتجري. ليه؟ مسميني رامبو، واد مجدع، واد ما يهمنيش اي حاجه وبلعب حديد. ناديه ارجوك ابعد عني، وكفايه على قد كده. ما ينفعش، لازم اعرف الاول هنتقابل فين وامتى. يكون في علمك دي كانت اول مره وهتكون اخر مره، فاهم؟ شوف شوف خشب اللي ماشي مع اخوك هناك ده. ايه ده؟ سيبني في حالي بقى. اسمعي بس. اوه طب استنى استنى، اعمل ايه يا ابن المحاسب؟ ابن المحاسب انت ما تحترم نفسك يا ما تقلش وحاخده وتعكسه. اقول لك ايه؟ اقول لك انا مجنون، انا مجنون بقول لك ايه؟ يا سيد يا محترم عيب كده ما يصحش. انت فين؟ كنت بذاكر عن بعد تحبتك. وايه ده؟ ده اوه انت جديدي. اصل ايه وفصل ايه؟ اصل ايه وفصل ايه؟ جواب غرامي؟ جواب غرامي يا ناديه؟ وانا طول عمري بقول عليك عقله مؤدبه. جواب غرامي؟ أنا طول عمري شقيانة عشانكم، مضحية ببيتي وبجوزي وبراحتي، كل ده عشانكم انتوا، وتغيرت حلمي ليل ونهار. يا ابن البيت والله العظيم أنا ما كان ليا دعوة، ده هو اللي كان كل يوم يستناني قدام المدرسة. مين هو ده؟ ابن الجيران مش كده؟ هي فين؟ هي فين؟ ما شفت اللعبة دي؟ اسم الله عليك، إيه ده؟ مين متخانق مع مين قدامك فايح كده؟ اسألي بنت معزوفه اللعبه دي، انا هشرب من دمها يا بنت. ايه ده؟ في ايه؟ كويس راوية ان انت هنا. انت رايح فين؟ راح فين؟ راح اشرب من دمها يا بنت. انا مش عارف اقول لك بس ايه اللي عملت كده؟ بزلمته حسن من محسن، يجي تقول له عيب اللي انت بتعمله ده؟ قام اتلم عليا هو واصحابه وكل ضربوني على الارض، بس انا ما سكتش ما سكتش، فضلت وراهم لغايه ما مسكتهم وقطعتهم موتهم على الرصيف. الهي اهتم منهم البعد. سمير اديني حته اطلع اي مطهره مشغوله في دماغك ده. يعني قصدك ايه؟ انت عارف قصدي كويس. عندك حق راوي، احنا مشاكلنا بقت كتير، انا مش عارف من غيرك كنا هنتصرف ازاي، بس انا حاسس ان بابا عايش ما ماتش. احنا اخوات يا سامي وملناش الا بعض. ممدوح وبعدين معاك يا سامي، انت هتفضل تتمرن كل يوم كده؟ مش هتذاكر لك شويه ولا ايه يا اخي؟ الحقيقه يا سمير يا اخويا ما انتش غريب، ولازم اصارحك بالحقيقه. حقيقه يا سامي؟ اتكلم، احنا اخوات. المده اللي فاتت اخوك اتضرب بالناس كتير قوي. دي حاجه مش جديده يا سامي. وعشان كده قررت ان انا لازم اضاعف التمرين. سلامتك يا ماما، مالك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا بنتي مفيش حاجه، قول شويه برد. قولي لي يا راويه، مفيش اخبار عن جوزك؟
بقالي اسبوع ما شفتوش يا ماما، مش عارف راح فين ولا حتى قاعد مع مين ولا بيجي الشركه ولا حتى بيجي الشركه. يا بنتي اسالي عليه، اعملي باصلك لا يكون جرى له حاجه. سالت عليه في كل حته. الغريب انه كلمني في التليفون وقال لي ما تساليش عليا ولا حتى تشغلي نفسك بيا، وراح قافل السكه. يا ترى ناوي لك على ايه يا بنتي؟ مش عارفه يا ماما، مش عارفه هو بيخطط لايه دلوقتي بالظبط. احوالك اليومين دول مش عجباني يا ممدوح يا ابني. هانت يما هانت. برضو ناوي تسافر بره؟ اديني بحاول يابا، والتسهيل على الله. وابن عمك رد على التلغراف اللي بعته له؟ ايوه، بعت جواب امبارح. ما عرفتش انا بالجواب ده. قال لك ايه؟ يا ترى هيقدر يحضر لك العقد اللي طلبته منه؟ مش اكيد يابا، لكن اهو هيحاول. على كل حال يا ابني، احنا كل اللي يهمنا انك ترسالك على بر، يا اما تسافر يا اما ترجع مصر لشغلك ولبيتك. بيته فين؟ بيته ده هي حاصرة اللي في مصر. على اذنكم. عجبك كده؟ ابنك مل من كتر اللي بيسمعه منك. انا والله ما حد هبوظ جوازته غيرك انت. يا ما اقول لك خد له بنت من البنات الكافر، احنا مالنا احنا ومال بنات مصر. اعمل فيك ايه بس؟ اما انت امرك عجيب. زميلته وحبها واتجوزها، اقول له لا؟ لازم تيجي الكفر تحب فيه وتتجوز منه. عارفين مين جاي يزوركم دلوقتي؟ اتفضل يا استاذ اتفضل. ممدوح صباح الخير. ازيك يا ممدوح؟ وحشتنا قوي. البيه جاله عقد عمل بره وجاي يزوركم قبل ما يسافر. يسافر فجأة كده؟ يمين يلهمني على العقد اقطعه 100 حتة. عايز كده اشوفك بخير. مش قدامي حل تاني. انت عارفه اني ما اقدرش اعيش على هامش حياتك، مش انانيه مني، لا بالعكس، كان لازم احس ان انا اهم انسان بالنسبه لك. عموما انا اسف لو كنت ظلمتك معايا، لاني كنت صريحه وواضحه من الاول. انت انسان عظيم يا روي، حقيقي انسان عظيم. واذا كان في سوء تفاهم حصل بيننا فده مسؤوليتي انا. طيب انا ما قدرتش اوفق نفسي مع ظروفك ومسؤولياتك.
نادية. أنسى إزاي بس؟ أنسى إن النهاردة خطوبتك؟ قولي لي يا نادية، أكدتي على إخواتك؟ معلش معلش، أنا عارفة إنك ما بتستريحيش لمرات سامي، بس دي في النهاية مرات أخوكي برضو، وسمير وخطيبته. طب كويس كويس قوي. لا أنا مش هتأخر عليكي، هخلص الاجتماع اللي ورايا وعدي اوصي على الشوكولاتات واجيلك على طول. ماشي خلاص بقى يا نادية، هنخلص الكلام كله في التليفون ولا ايه؟ يلا مع السلامة. خلي ايدك يا راوي احسن تتعوري. حاضر يا بابي.